نقول تحديدا لكابتن محمود الخطيب، يعني الحمد لله على السلامه، عودته طبعا من الرحله العلاجيه في فرنسا، كنا تابعنا يعني على مدار تقريبا الاسبوعين اللي فاتوا حاله كابتن محمود وطمنا حضراتكم. وكالعاده كابتن محمود الخطيب رجع على طول على الشغل وراح على طول على اجتماع، امبارح كان في اجتماع مهم جدا واجتمع بقيادات قطاع الناشئين بحضور طبعا لجنه التخطيط وكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، وده كمان لمناقشه العديد من الملفات المهمه جدا في قطاع الناشئين تحديدا، وكمان بالاجهزه الفنيه والاداريه اللي كانوا متواجدين. وخليني اقول لحضراتكم كمان، يعني كابتن محمود كان حريص على متابعه خطه العمل للفتره اللي جايه وعلى تطوير هذا القطاع اللي في غايه الاهميه، وكمان من كافه الجوانب، وان هو كمان يطمن على الفرق المختلفه ومشاركتهم في المنافسات المختلفه. يعني بص، لمسه كلنا كنا متوقعين حدوثها، او خلينا نقول كده لقطه كلنا كنا متوقعين حدوثها. ما كانش حد مثلا فاكر ان كابتن محمود اول ما هيرجع من السفر ياخد مثلا فترة راحة حتى لو يومين ثلاثة، لا ورجع على طول على الشغل. هو كان بيتحدث ان في مهام كتيرة جدا لازم يكون متواجد بسببها، وهو اصلا ما كانش هيكون غايب الا لو كان في حاجة طبعا اضطريته لده. فالحمد لله على السلامة كابتن بيبو، وسعداء والحمد لله ان احنا كمان بنطمن جماهيرنا على صحتك الحمد لله. يعني نهاوند، كلام مهم جدا خاص بقطاع الناشئين في النادي الاهلي والملفات المهمه جدا اللي بتدار في هذا التوقيت. عايزين برضو يعني مجهود كبير جدا مبذول من الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وايضا الكابتن بدر رجب اللي نتمنى له طبعا السلامه، المدير الفني لقطاع الناشئين في النادي الاهلي.